السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصري. اليوم رح نتحدث عن مشكلة صحية شائعة اللي هي تورم مفصل الركبة. كثير يعني في ناس بيعانوا من تورم مفصل الركبة. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نتكلم عن هاي المشكلة، مشكلة تورم مفصل الركبة. طبعا تورم مفصل الركبة عادة في له سببين رئيسيات. أول شيء التورم بسبب نزيف الدم، يعني ممكن يكون داخل الورم اللي هو دم، تورم بسبب نزيف الدم. والنوع الثاني التورم بسبب التهاب الغشاء السينوفي، يعني نتيجة التهاب. هذول طبعا هن السببين الرئيسيات لتورم الركبة، التورم بسبب نزيف الدم والتورم بسبب الالتهاب. عادة الدكتور يعني بالبداية راح يعمل للمريض بعض الفحوصات حتى يحدد شو سبب التورم. ممكن يعمل تصوير لمفصل الركبة بالأشعة السينية، أشعة إكس راي، وبرضه ممكن يعمل تصوير بالرنين المغناطيسي لمفصل الركبة. أيضا ممكن يطلب بعض فحوصات الدم مثل فحوصات الروماتيزم والنقرس عشان يحدد شو السبب الحقيقي لتورم مفصل الركبة. طبعا مثل ما قلنا في نوعين لتورم مفصل الركبة، أول شيء التورم بسبب نزيف الدم والتورم بسبب التهاب مفصل الركبة. أول شيء راح نتكلم عن التورم بسبب نزيف الدم. طبعا نزيف الدم شائع عند الناس اللي بيستخدموا مميعات دم زي الأسبرين، وعادة يعني التورم بسبب نزيف الدم بيحصل من غير سبب، يعني بس المريض لاحظ انه اجره فجأة صار فيها تورم، وعادة المريض يعني ما بيحس بألم. يعني عادة التورم بسبب نزيف دم ما بسبب ألم، بس مجرد تورم. طبعا العلاج عادة العلاج متبع على التورم بسبب نزيف الدم، يعني ممكن الدكتور يطلب من المريض انه كان يوقف حبوب تميع الدم او ضبط ميوعة الدم. الخطوة الثانية لعلاج النزيف تورم مفصل الركبة بسبب نزيف الدم اللي هو وضع جبيرة لمفصل الركبة، يعني راح يحاول يخلي راحة لمفصل الركبة، وضع جبيرة عشان مفصل الركبة يظل ثابت من غير حركة، لأن الحركة راح تؤدي إلى استمرار نزيف الدم. فالجبير وضع جبيرة لحد يعني تقريبا لمدة أسبوع، وضع جبيرة لمفصل الركبة لمدة أسبوع، هي راح توقف تعمل تخثر بالدم وتوقف نزيف الدم. يعني علاج عادة بس وضع جبيرة لمفصل الركبة لمدة أسبوع وبوقف النزيف. طبعا النوع الثاني لتورم مفصل الركبة اللي هو تورم مفصل الركبة بسبب التهاب. طبعا عادة بيؤدي التهاب الغشاء السينوفي، الغشاء السينوفي الموجود مفصل الركبة، إلى زيادة إفراز السائل السينوفي، يعني مثل أي غشاء بالجسم، مثلا العيون لما تتعرض لالتهاب يزيد من إفراز الدموع، برضو الأنف لما يتعرض لالتهاب يزيد من إفراز السوائل. أيضا مفصل الركبة في الغشاء السينوفي لما يتعرض لالتهاب بيزيد من إفراز السائل السينوفي. طبعا السائل السينوفي يعني أشبه بالمادة اللي بتزيت المفصل اللي بتسهل وبتعطي ليونة لحركة المفصل، لكن عند التهاب الغشاء السينوفي بيفرز كمية كبيرة من السائل السينوفي. طبعا السائل السينوفي هذا بيكون بيختلف عن السائل السينوفي الطبيعي، يعني ما في منه فايدة، ما بيحتوي على مادة الحامض الهيلورينيك، يعني ما بكون منه فايدة، بكون تركيزه قليل وما في منه فايدة، مش بيختلف عن السائل السينوفي الطبيعي. طبعا نتيجة لأنه مفصل الركبة مغلق، السائل السينوفي راح يظل متجمع مفصل الركبة وراح يؤدي إلى تورم مفصل الركبة. طبعا في أسباب كثير ممكن تعمل التهاب بغشاء السينوفي أو التهاب مفصل الركبة، في أشياء كثير بتؤدي إلى التهاب مفصل الركبة. أكثر شيء خشونة مفصل الركبة واحتكاك مفصل الركبة، الناس اللي عندهم خشونة واحتكاك بمفصل الركبة. برضو بعض الأمراض مثل الروماتيزم والنقرس ممكن يؤدي إلى تورم مفصل الركبة. أيضا من الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى التهاب مفصل الركبة الإصابات والحوادث، مثل الكسور والرضوض أو التواء الأربطة، هاي كلها ممكن تؤدي إلى تورم مفصل الركبة والتهاب الغشاء السينوفي. طبعا بالنسبة لعلاج تورم مفصل الركبة بسبب التهاب غشاء السينوفي، عادة يعني الخطوة الأولى يعني ممكن في بعض التمارين تمارين شد مفصل الركبة، بعض التمارين الخاصة بمفصل الركبة بتؤدي إلى تقليل تورم مفصل الركبة. يعني الخطوة الأولى بعض التمارين بتقلل لتورم مفصل الركبة. أيضا يعني بالنسبة للمستشفى الخطوات المتبعة لعلاج تورم مفصل الركبة بسبب التهاب بالمستشفيات، أول شيء ممكن يوضع جبيرة، يعني يتم وضع جبيرة لمفصل الركبة، إراحة مفصل الركبة عن طريق وضع جبيرة. الجبيرة راح تقلل من الالتهاب، بس طبعا هاي الطريقة راح تأخذ وقت، يعني ميزتها انها او سيء الميزة السيئة فيها انها بتأخذ وقت طويل شوي، يعني ممكن تأخذ مدة شهر، المريض يظل مجبر ركبته مدة شهر حتى يقل الالتهاب ويتعافى مفصل الركبة. ايضا في طريقة ثانية لعلاج تورم مفصل الركبة بسبب التهاب، وطبعا العلاج الاسرع والافضل اللي هو اعطاء ابرة كورتيزون مفصل الركبة، يعني حقن مفصل الركبة ابرة كورتيزون، عادة دواء اسمه ديبرومودول، حقن داخل مفصل الركبة. طبعا هذا دواء من مشتقات الكورتيزون،
راح يساعده انه يخفف الالم بسرعه كبيره. برضو الدكتور ممكن يكتب للمريض بعض المسكنات والمضادات للالتهاب، ادويه الحبوب عن طريق الفم، مسكنات او مضادات للالتهاب. ايضا يعني من الخطوات المتبعه لعلاج مفصل الركبه، يعني اذا كان مفصل الركبه منتفخ بشكل كبير والورم عامل ضغط كبير وعامل وجع على المريض، الم شديد للمريض، ممكن الدكتور يعمل سحب للسائل السينوفي الموجود بداخل المفصل. طبعا ممكن يسحب السائل السينوفي، راح يخفف من قله الالم وراح يقلل من الالم اللي متعرض له المريض. والمريض طبعا بحاجه الى وضع جبيره لمفصل الركبه، وراح حتى يعني لمده حتى تتعافى مفصل الركبه، تتعافى من الالتهاب. طبعا هاي معظم المعلومات المتعلقه تورم مفصل الركبه وطرق علاجها المتبعه بالمستشفيات. يعني ان شاء الله تكون استفدتم من هذا الفيديو، نتمنى لكم الصحه والسلامه ويعطيكم العافيه.